كابتن بدير ده قصه وحكايه. كابتن بدير لاعب منتخب مصر، كابتن بدير حبيب شعب الدقهليه كله. طبعا الكابتن بدير اللي قعدنا نتكلم عليه للصبح مش هندي له حقه. كابتن بدير اللي عمل لنادي المنصوره اسم، والمنصوره برضه عملت له اسم. كابتن بدير بنعتز بيه كجماهير، انا كرئيس رابطه مشجعي نادي المنصوره وعاشق من عشاق نادي المنصوره. طبعا لما باجي اتكلم على الكابتن بدير يعني انا مش عايز اقول لك، انا بتكلم عن قيمه وقامه لازم تحترم. قيمه وقامه عملت لنا اسم وعملت لنا تاريخ، وده حق الكابتن بدير علينا ان احنا النهارده يعني كلمات الشكر والتقدير والثناء ما توفيش حق الراجل ده، لانه متعنا كتير ولاعب صغير ومثل نادي المنصوره ومنتخب مصر، يعني قدم للبلد حاجات كتير جدا. وعشقنا النادي المنصوره ده كان مرتبط بالناس دي، والناس دي الجيل بتاع كابتن بدير، وكابتن بدير بالذات اقترن اسمه بنادي المنصوره. يعني كنا في اي حته نروح نذهب بورسعيد كان يقول لك كابتن بدير، كابتن بدير قدم للبلد حاجات كتيره وتاريخ، ما فيش حد يختلف على كابتن بدير واللي قدمه في المنصوره. وطبعا انا يعني تزاملت معاه برضه في مراحل الناشئين وقد ايه كان بيسعدنا. كابتن بدير غني عن التعريف طبعا، ده تاريخ نادي المنصوره الحاضر والماضي. يعني ده الجيل بتاعنا يعني ما حضروش كلاعب، انما حضرناه كمدرب وكقيمه، يعني قامه كبيره قوي ومحاضر، كان مدير فني كمان لنادي المنصوره، فاتفرجنا عليه وشفناه. ده حاجه كبيره قوي وحاجه عظيمه جدا في نادي المنصوره، وفخر لنا وفخر للدقهليه كلها وللدلتا عامه، يعني ان يكون عندنا حاجه زي كابتن بدير. يعني كابتن بدير ده تقدر تقول ان هو قاموس ويعني تاريخ وموسوعه في علم التدريب. طبعا كابتن بدير وكان نادي المنصوره هم اللي عملوا اسم نادي المنصوره، وهم دولت اللي يعني العصر الذهبي لنادي المنصوره، وهو هم دول اللي صنعوا اسم نادي المنصوره. كابتن بدير صخره الدفاع نادي المنصوره بصراحه، يعني احنا كنا بنسافر وراها في كل حته، احنا يعني في ماتشات من يعني هو كان بيحسمها بشوطه في الاواخر، فيعني كنا مسافرين وراهم هنا في نادي المنصوره مع الترسانه. كابتن احمد شكر الله يرحمه، وكابتن سطوحي طبعا السد العالي بتاعنا بتاع الاستاد، جيل ما يتعوضش. كابتن ميمي بدير طبعا قيمه وقامه لنادي المنصوره ونجم منتخب مصر في عصره الذهبي ايام العمالقه، كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن زيزو، ناس القيمه بتاع منتخب مصر. وكابتن ميمي بدير ياما هنا صار وجال في مباريات جامده وكسبنا وكسب منتخب مصر برضه. ميمي بدير قيمه وقامه لنادي المنصوره ومنتخب مصر. كابتن من كبار الناس المحترمه ولاعب كبير، وياما عمل لنادي المنصوره كتير ومنتخب مصر.